كانت هذه هي الأجواء في المساء بمدينة العالمين الجديدة. أما عن الأجواء والاحتفالات الآن والمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود. وبالأمس كانت فرقة الأنفوشي تحيي حفلا لها في المسرح الروماني بالمدينة التراثية، اتجاه مهم ومختلف فيما يتعلق بالفرق المختلفة المتنوعة وتلبية الأذواق المختلفة في مهرجان العالمين. ماذا عن اليوم والفرق المشاركة اليوم؟ أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة. الأجواء الاحتفالية المسائية والصباحية يعني هنا في مدينة العالمين الجديدة لا تتوقف الفعاليات ولا تتوقف الاستمتاع بكل الأجواء الجميلة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة، سواء مساء بالحفلات الفنية اللي بتكون موجودة في المنطقة الشاطئية أو في المسرح الروماني في المدينة التراثية، واللي هتستكمل اليوم بأحد العروض الموسيقية المهمة في المدينة التراثية وعلى المسرح الروماني. وحتى في الأجواء الصباحية الاستمتاع ببحر مدينة العالمين الجديدة الجميل والمميز، وأيضا الاستمتاع بالشواطئ المجانية التي خصصتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سواء الشاطئ المجاني للمواطنين وللزائرين أو حتى شاطئ الطلبة وذوي الهمم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضا الجولات التي لا تتوقف والتي تأتي يعني نتاج وثمار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمؤسسات المختلفة. فكنا نتابع بالأمس زيارة هامة لوزيرة التضامن الاجتماعي دكتور مايا مرسي والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأكيد على أن مهرجان العالمين الجديدة يعد استثمار في القوى الناعمة، وأن الشركة المتحدة هي أحد ركائز صناعة القوى الناعمة في مصر، وأن نجاحها يعد نجاح للتجربة الإعلامية والفنية لمصر في المنطقة. الفعاليات مستمرة أيضا فيما يتعلق برحلة اليوم الواحد لوزارة الشباب والرياضة التي بها عدد كبير من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات ومراكز الشباب يستمتعون بكل الأنشطة المختلفة الموجودة. وربما هذا الأسبوع وهو الأسبوع الخامس سيشهد انطلاقة قوية جدا بحفل الفنان الكبير بالطبع عمرو دياب، وأيضا بعض العروض الخاصة بسباق السيارات، بالإضافة إلى عودة المسرحيات مرة أخرى وهي مسرحية السندباد للفنان كريم عبد العزيز ونيلي كريم ومصطفى خاطر، ستكون موجودة على مدار 3 أيام في هذا الأسبوع بعد بالطبع انتهاء عرض مسرحية الشهرة للفنان خالد جلال، والاستعداد الذي يتم أيضا لانطلاق مهرجان نبتة في 15 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى معرض الأسرة المصرية الذي يتم التجهيز له في هذه الأوقات تحديدا لانطلاقه وافتتاحه يوم الأربعاء القادم، والذي سيشمل بعض العروض التراثية بعض المعارض التراثية الثقافية المختلفة، والذي يأتي بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمجلس القومي للمرأة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. هناك تكاتف وتعاون بين مؤسسات الدولة كافة لإخراج مهرجان العالمين الجديدة بالصورة التي تليق بالوجهة السياحية المهمة لمدينة العالمين الجديدة وللزائرين. نلاحظ أيضا على مدار الأيام وعلى مدار الساعات خاصة في ساعات الليل هو الإقبال المتزايد من الزائرين على المناطق المختلفة التي يوجد بها فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وخاصة منطقة الشاطئ أو المنطقة الشاطئية. وربما اليوم بالتأكيد سنتابع استمرار الخدمة المجانية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بشاشة العرض لعرض مباريات مصر في الأولمبياد أو عرض الأولمبياد بشكل عام في المنطقة الشاطئية. وربما اليوم سنتابع مباراة مصر أمام فرنسا، فبالتأكيد سيكون هناك تشجيع جماهيري كبير جدا للمنتخب المصري في المنطقة الشاطئية وسط الأجواء الجميلة لمدينة العالمين الجديدة. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الأجواء صباحا ومساء في المدينة التي لا تنام وهي مدينة العالمين الجديدة. صحيح محمود، كل التفصيل في مهرجان العالمين مدروسة ومنظمة ومبهرة في كل أحوالها. شكرا جزيلا زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.